السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحيحه بخير. سمحوا لي على الغياب، كنت شويه عيانه، هذاك الشيء علاش. المهم بسم الله على بركه الله، اليوم غنشارك معكم واحد لا فيديو زوين. غنصبغ معكم شعري. شكون اللي كيعجبو الشعر الكحل؟ انا شعري كحل ولكن ماشي كحل كحل بزاف، غير كنصبغو تقريبا شعري. اول لون ديالو هو هذا، هو هذا اللون ديالو، مايل شويه للمارو. المهم عسلي، بغيت نقطعو ولكن تا نجي ان شاء الله من الحمام نشفو، ناري نشفو ونقص منه شويه حيت غنيا طوال. دابا غنصبغو. انا درت واحد الوصفه، ما درتش الصبغه الكيماويه، درت ديك الحنة، ديك الحنة سميتها يا ربي، سميتها كاينة فاتيكا وكاينة رويال. المهم أنا دابا درت رويال حسن من فاتيكا. دايرة مفيهاش مواد كيماوية بزاف، ما هي الصراحة الصبار كلهم فيهم مواد كيماوية. شوفوا لون شعري، لون شعري الحقيقي هو هذا. ما عرفتش كاميرا، ما عرفتيهاش حقها كاميرا، راكم عارفين على قد الحال. المهم بسم الله على بركة الله، انا غنبدا معكم. يلا اللي بغى يودع عدلون يودعوا دابا. درت كيف قلت لكم جوج شاشيات ديال الرويال بيضة بلدية، عاش خمس ديال الزيت، ناري هادشي شطو شرب، ودرت واحد الشويه ديال القهوه، شويه ديال القهوه، قهوه اللي كنشربوها، قهوه كحله. انا زدت قهوه كحله، طبختها بحال اللي كنشربوها، زدت غير واحد 10 تقريبا، دهنتي باللي كنصور، عاد كتجي عجانه. هادي هي الليكا، مكاينش الليكات ديال الفرماسيان، غنستعملوها هادو معرفانا، يصدقو مكاينش شي لاستيك، ضروري هما تيبغيو لاستيك، حيت مفيهمش لاستيك، ولكن المهم نتمنى ما غنستعمل هذا وقت كبير، بدير ندير بحال الطريقة ديال جوج، حتى شعري، وغندير هاد المنطقة قبل لاستيك حيت لاسريا غنتنعاونو بيها، ماشي مشكل. أنا مشفتهمش، هما عندي في الدار ولكن مشفتهمش. كنشوف بنتي جنات، عطيني لاستيك ديالك، عطيني فين غادا؟ واش أجي عندها؟ نجي ناخدو في شعرك، أجي. واش هداك التليفون لا كيصوني؟ سير قولي لختك تجاوب بابا. انا خديت البنتي لاستيك ديالها، بسم الله على بركة الله. عرفتي راه الا ما الا ما صبرتي ما غادي ما والو، ما يخليوكش. شنو هو؟ المهم هي هادي الصباغة ديالنا، مكملتش ليكم، درت جوج شاشيات ديال الروايات، ودرت بيضة، وكدا قلت ليكم من غنبغي نمونطي الفيديو غنشدو عاد تحت فراسي كنعاود فيه هكا، ودرت هادي، غير عجبني الكحلة والله ما سخيت باللون شعري، اللون شعري كيحمقني، عندي ديك اللون ديال الحنة. ماشي حيت درت الحنة، أنا أصلا عندي لون الحنة، أصلا شعري هداك اللون ديال الحنة، كيعجبني لون شعري، ولكن عشقت الكحل قلت نجربو شوية، شتو العشاق الحنة، العشاق ديال
قلت لكم ما غيحملونيش الا صبغت شعري شتا. شكون شني المهم شوف باش ما يجيش الفيديو طويل، يعني الناس يقولوا لي كي يجيك الفيديو طويل انا غنطبقها على شعري ونتلاقاو ياك. يلا هيا ركبتي تا يلا كبداتي خليت لكم الراحه. الشم هي هذه الصبغه ديالنا، راني طاويه شعري كامل، تلحت ليا شويه على هنايا حكيته مسحته بسميتو حيت غادا الحمام هذاك الشيء علاش ما يعني ماشي مشكل. واخا تكون تلحت عليه درت في الدرع ديالي وفي وجهي من هنا من هنايا وجبهتي مسحتها. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، اللي عجبته الطريقة الصبغة يقولها ليا. شوف معرفتش مكتبانش ياك شتا، مبغيتش نطول عليكم الفيديو داكشي علاش حبست تا درتها سميتو تا درت الصبغة. أنا دابا غنمشي نجمع، أنا غسلت لافابو غادي نسيب هدا نسيب هاد البلاصة، البلاصة فين هاد البلاصة فين استعملت الصباغة وفين مشات شعري نجمعو، وكنا غادي نشري حوايج راني جمعتهم، حوايج راني جمعتهم وغنمشي إن شاء الله لهنا. دابا راه تكون شي خمسة د العشية ولا كاع كتر خمسة دوش المراه كتبنا بغيت نغسل المرايا حيت لحت علينا هاد الصبغة كتشد فار أي صبغة أنا كنقول ليها الصبغة هي حنة، اي حنا كيشد الطفار مزيان كتستعملها كنبقى يا بيديك وكتشد لك الطفار كل ما اكيد انا راه زوينه وماشي مضره للشعر. اصلا هادي راه معروفه من قديم الزمان، انا كندير معاها حتى نزيد معاها زيت العود وبيضه غير باش تغدي ليها تغدي ليا شعري ما تكونش داك تكونش داك ما تكونش الزغبه مثلا كتقرب. هذا هو علاش تندير معها بيضة ديوح وشوية زيت العود، وكاين اللي بغا يدخل معها الأعشاب بحال البابونج بحال الزعتر بحال اليازير، ولكن من الأحسن بيضة. أما كاينين عيالات لي تيخلطو هذا المحلول ديال هاد العشب لي قلتلكم. المهم الشطة ديالي غناخدها ونديها معايا الحمام. يلا باي باي عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله بحول الله. انا غناخذ شي كريمكس باش نمسح وندير هادي وندير بلاستيكا. دابا انا راه ما فيهاش سميتو فيش الصباغه هادي راه حك كيتجبهتي داكشي علاش كنمسح، اما ديك اللي قالت صدقوا لي زوين تبارك الله. يلا باي باي عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. طلعوا ليا في فيديو هاد ديالي قناتي الصراحه ما بقاتش طالعة والو الروينة في العوينة. غنجمع الادوات ديالي باش نمشي للحمام وباي باي عليكم. ما تضحكوش عليا راني اليوم وليت حتى شي دجاجة مريشة لا زوينة والله بالله كاع زوينة الصباغة زعما الواحد هو يطلع في راسو. اليوم انا دايره ما نديرش معكم هكا يا باشا. يلا باي باي كبيداتي خليتكم الراحه.